شباب حسام الدين، لا توقفنا أي أزمة ولا نتحدى بالتعليم، وبنستنى ميعاد نتلاقى على شاشتنا حسام الدين. حبايبي طلاب مدرسة حسام الدين، وحشتوني، معاكم مستر أحمد عبد المنعم، مدرسة الدراسات الاجتماعية. هنستناكم النهارده ان شاء الله عشان ناخد درس جديد من منهج الدراسات الاجتماعيه عندنا. تعالوا مع بعض نشوف هناخد ايه. اهلا بكم طلبه وطالبات الصف الرابع بمدرسه حسام الدين. خالص الشكر والتقدير لجميع الطلبه واولياء الامور، وخاصه محمود محمد ومهاب فصل رابع رابع، وجميع الطلبه اللي تفاعلوا معانا في الدرس السابق، وأرجو المزيد من التفاعل في الدروس القادمة إن شاء الله. الآن هنبدأ بدرس جديد اللي هو درس شخصيات وأحداث من الدولة في الحديث، وزي ما اتعودنا في المدرسة بتاعتنا إن إحنا لازم نعرف الأهداف اللي بنلازم نحققها في آخر الدرس. طيب، أول هدف عندنا هو إزاي نفسر تسمية الدولة الحديثة بعصر مجد الحداثة. كمان هنفتخر بأن الملك تحتمس الثالث أقام أول وأقدم إمبراطورية في التاريخ. غير كمان ان احنا هنرسم خط زمني نحدد عليه اهم ملوك الدولة الحديثة وترتيبه من القديم الى الحديث. دلوقتي مع عرض الدرس. النهارده ان شاء الله باذن الله هناخد الدرس الثالث من الوحدة الثالثة، وهو درس الدولة الحديثة. طيب، في الدرس الوحدة الثالثة طبعا كنا اتكلمنا قبل كده على درسين تانيين، وهما الدولة القديمة والدولة الوسطى، وعرفنا ان كل دولة من الدول دي بيبقى ليها اسم تاني، زي عصر بناة الاهرامات للدولة القديمة وعصر الرخاء الاقتصادي للدولة الوسطى. طب يا ترى بقى الدولة الحديثة كان ليها اسم تاني؟ طبعا، من اسم بتاعها كان اسمه عصر المجد الحربي. تعالوا نقوله تاني، عصر المجد الحربي. طيب، يا ترى ليه سميناه عصر الدولة الحديثة باسم عصر المجد الحربي؟ طبعا ده بسؤال مهم جدا وبيجي لنا كتير قوي في الامتحان، وموجود عندنا في ورق العمل، بيقول لنا بما تفسر سمي عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي. طب يا ترى ليه؟ ليه سميت عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي؟ الإجابة هتكون بسبب انتصار ملوك الدولة الحديثة على الأعداء وتوسيع حدود الدولة المصرية. يعني ملوك الدولة الحديثة قدروا إن هم ينتصروا على الأعداء، زي مثلا الملك أحمس انتصر على الأعداء اللي هم جدع مهاب الهكسوس، وقدر إن هو يوسع حدود الدولة المصرية، ودول الملوك اللي هم جم بعد الملك أحمس. يعني وزعوا الجيوش بتاعتهم على البلاد التانية، وقدروا ان هم يوسعوا الدولة او يوسعوا نطاق الحكم اللي كانوا بيحكموا. طيب، نشوف دلوقتي اشهر ملوك الدولة الحديثة. اشهر ملوك الدولة الحديثة اولا طبعا هو الملك احمس، تمام. تاني ملك هو الملكة حتشبسوت. طيب، التالت هو الملك تحتمس الثالث. طيب، واخر ملك عندنا هندرسه النهاردة هو الملك رمسيس الثاني. نقولهم تاني كده، الملك احمس، الملكة حتشبسوت، الملك تحتمس الثالث، والملك رمسيس الثاني. طيب، ناخد كده واحد واحد ونعرف اهم اعمال كل ملك منهم. الملك احمس طبعا من اهم اعماله ان هو طرد الهكسوس من مصر بالاستعانه بالسلاح اللي قدامنا ده، اللي هو سلاح ايه؟ تمام يا مهاب، هو سلاح العجلات الحربيه، وقدر ان هو يطرد الهكسوس من مصر ويطردهم من عاصمتهم اللي هي مدينه جدع محمود، مدينه اواريس. طيب، تعالى ناخد الملكه حتشبسوت ونشوف الملكة حتشبسوت عملت لنا ايه. طبعا الملكة حتشبسوت من اشهر الملكات اللي حكمت مصر في عصر الدولة الحديثة، وتميز العصر بتاعها بالامن والاستقرار، غير كمان ان هي بنت معبد مشهور جدا في شرق في الاقصر اللي هو معبد الدير البحري اللي صورته قدامك اهو. طيب، عملت ايه كمان؟ ارسلت بعثات تجارية. يعني ايه كلمة بعثات تجارية؟ يعني بدأت تبعت مجموعة من التجار توديهم بلاد تانية عشان خاطر يشتروا سلع ومنتجات ويجوا يبيعوها هنا في مصر، والعكس يعني يشتروا بضاعة من هنا في مصر ويروحوا يبيعوها هناك. دي بنقول عليها كلمة بعثات تجارية. طب يا ترى ارسلت بعثات تجارية بتجيب ايه السلع؟ ايه اشهر السلع اللي كانت تقدر هي كانت عايزاها وعايزة تجيبها؟ كانت بتجيب من هناك البخور، وكانت بتجيب العاج، وكانت بتجيب كمان الاحجار الكريمة. طيب، وكانت بتجيبهم منين؟ من بلاد بونت. ايه بلاد بونت دي؟ اللي هي الصومال، اللي هي الصومال دلوقتي بنقول عليها بلاد بونت زمان. طيب، برضه كانت بتجيب الاخشاب عشان تقدر تبني بيها السفن. طيب، الاخشاب دي كانت بتجيبها منين؟ من حته اسمها فينيقيا. ايه فينيقيا دي؟ اللي هي بلاد ايه دلوقتي؟ اللي هي لبنان دلوقتي. يبقى الخشب كان بيجيبه من فينيقيا. طيب، برضه كانت محتاجه احجار، الاحجار دي علشان خاطر تقدر تبني بيها المعابد بتاعتها الضخمه زي معبد البحري، كانت بتجيبها منين؟ كانت بتجيبها من محاجر اسوان،
كانت بتجيبها من محاجر اسوان، يبقى سالب بعثات تجاريه الى ثلاث اماكن مشهورين قوي. نعيدهم تاني، بلاد بونت واسوان وفينيقيا. بلاد بونت واسوان وفينيقيا. دلوقتي هنتكلم عن الملك اللي بعديه اللي هو الملك تحتمس الثالث، وده من اشهر الملوك اللي موجودين في الدوله الحديثه. عمل ايه؟ اسس 16 حمله عسكريه على سوريا وفلسطين. يعني ايه اسس 16 حمله عسكريه على سوريا وفلسطين؟ يعني قدر ان هو يبعث جيوش على سوريا وفلسطين بمقدار 16 جيش يعتبر عشان يقدر يسيطر عليهم، وقدر بعد كده انتصر عليهم في معركه مشهوره جدا وهي معركه ميجيدو. طيب غير كمان ان هو سيطر على جزر البحر المتوسط، وقدر ان هو يقدر يعمل اسطول قوي جدا، يقدر عن طريق الاسطول ده ان هو يسيطر بيه على جزر البحر المتوسط، عشان كده هو بنى اسطولا بحريا قويا. طيب يعني كلمة اسطول هي مجموعة من السفن زي ما انت شايف كده، سفن ويبقى عليها جنود تقدر تروح لأي دولة تانية ويحتلها أو أي جزيرة. طيب عمل أول وأقدم إمبراطورية في التاريخ. يعني إيه إمبراطورية؟ يعني زي ما انت شايف كده ما كانش بيحكم مصر بس، لا ده كان بيحكم مصر والسودان وبلاد الشام. بلاد الشام دي اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين. إيه ده؟ يعني نقدر نقول إن هو كان بيحكم كل البلاد دي؟ آه. فطبعا مش هنقعد نقول هو بيحكم مصر والشام وكذا وكذا، لا بنقول عليها إمبراطورية. فهو يعتبر الملك تحتمس ده عمل اول واقدم امبراطوريه في التاريخ. طيب من اهم انجازاته برضو ان هو بعد ما عمل اقدم واول امبراطوريه في التاريخ، نقول عليها تاني امبراطوريه في التاريخ. طيب هناخد الملك اللي بعديه هو الملك رمسيس الثاني، وده اخر ملك هناخده النهارده في الدرس بتاعنا. طيب من اشهر اعمال الملك رمسيس الثاني ان هو بنى معبد ابو سمبل ومعبد الاقصر. ده معبد وده معبد ثاني خالص. ثاني معبد ابو سمبل ومعبد الاقصر. نحت مسلات طويله. يعني ايه مسله؟ ده مبنى طويل كده قوي بيبقى فرعوني موجود منه لغايه دلوقتي، موجود منه في بقاع كتير قوي في الارض، يعني في بلاد ثانيه كتير حتى واخده مننا مسلات كتير. هو من اشهر المسلات اللي كان عاملها زي اللي هي صورته قدامك اهو. طيب في كمان ايه ثاني؟ عمل ايه ثاني؟ انتصر على الحسيين. اسمهم ايه؟ اسمها معركة قادش. طبعا مش عايزين نلخبط ما بين الملك رمسيس الثاني وما بين الملك تحتمس الثالث. عرفنا ان الملك تحتمس اللي فات ان هو انتصر على سوريا وفلسطين في معركة مجدو، اما الملك رمسيس الثاني انتصر على الحسيين في معركة ايه؟ قادش. طب وبعد ما انتصر على الحسيين دول عمل معاهم ايه؟ خلي بالك قوي، هو انتصر كده. بعد ما انتصر عمل معاهم اول واقدم معاهده سلام في التاريخ. يبقى انا كده ما لخبطش ما بين الملك رمسيس والملك تحتمس. الملك رمسيس عمل اول واقدم معاهده سلام، اما الملك تحتمس عمل اول واقدم امبراطوريه. تمام. طيب يعني هو بعد ما انتصر على الحسيين عمل معاهم معاهده سلام. اه، عشان كده هنسميه بطل الحرب والسلام. يبقى مين هو بطل الحرب والسلام؟ رمسيس الثاني، عشان عمل معاهم سلام مع الحسيين. دلوقتي بعد ما خلصنا عرض الدرس عرفنا اشهر ملوك وملكات اللي حكموا مصر في عهد الدوله الحديثه، طبعا زي الملك احمس والملكه حتشبسوت والملك رمسيس الثاني والملك تحتمس الثالث. دلوقتي مع بعض نحل اسئله التقويم. اول سؤال عندنا بيقول لك ضع كلمه صح امام العباره صحيحه وكلمه خطا امام العبارات الغير صحيحه. اول سؤال بيقول اقامه الملكه حتشبسوت معبد الدير البحر. فكر كده يا محمد. تمام، العبارة دي عبارة صحيحة، إن ملكة حتشبسوت هي اللي أنشأت أو أقامت معبد الدير البحر. طيب، تاني سؤال عبد الهادي، أرسلت كليوباترا السبعة بعثات إلى بلاد بونت. تمام، العبارة عبارة خاطئة، لأن هي مش كليوباترا السبعة، هي ملكة حتشبسوت هي اللي أرسلت بعثات تجارية إلى بلاد بونت. طيب، السؤال اللي بعديه، إبراهيم يعتبر الملك سكن الرعى مؤسس الدولة الحديثة. تمام، العبارة عبارة خاطئة، إن هو مش الملك سكن الرعى، هو ابنه الملك مين؟ أحمس. طب تمام. تعالى كده يا سيف قول لي بدأ عصر الدولة الحديثة على يد الملك أحمس. جدع، نحس إيدينها، هي عبارة صحيحة طبعا، الملك أحمس هو اللي أنشأ أو بدأ عصر الدولة الحديثة. طيب لقب تحتمس الثالث ببطل الحرب والسلام. فكري كده يا لوجاي. تمام، العبارة عبارة خاطئة، إن لقب تحتمس الثالث ببطل الحرب والسلام هو مش تحتمس الثالث، هو ملك رمسيس الثاني. طيب يلا مريم، أنشأ الملك رمسيس الثاني قصتي. هو الملك رمسيس الثاني هو اللي انشأ قصة تي. تمام، هي العبارة عبارة خاطئة، وما انشأش قصة تي، هو انشأ معبد ابو سمبل ومعبد الاقصر. طيب اقام الملك تحتمس الثالث اقدم معاهدة سلام في التاريخ. قول لي كده عهد. جدع، هي العبارة عبارة خاطئة، ان مش تحتمس الثالث اللي عمل اقدم معاهدة سلام، هو الملك رمسيس الثاني. طيب دلوقتي مع بعض نحل اسئلة النشاط
بيقول لك اكمل المخطط الزمني لملوك الدوله الحديثه. اول ملك خدناه النهارده هو الملك، تمام، الملك احمس، وبعد كده الملكه حتشبسوت، وبعد كده خدنا الملك تحتمس الثالث، بعد كده الملك رمسيس الثاني. تعالوا نكمل مع بعض بقى اسئله التقويم بتاعتنا. سؤال بعد كده بيكلمنا بيقول لنا اكمل العبارات التاليه من ما بين الاقواس. اول سؤال بيقول لك محمد انتصر ملك مين على هكسوس؟ تمام، هو الملك احمس. طيب سؤال بعد كده بيقول لك قامت الملكه حتشبسوت ببناء معبد اي عهد؟ معبد ايه؟ معبد الديب البحري. طيب وعد، قولي لي افسدت الملكه مين بعثات تجاريه لفينيقيا لجلب الاخشاب؟ ملكه مين؟ شاطره، ملكه حتشبسوت. طيب معايا بقى ياسين كده السؤال اللي جاي ده بيقول لك بما تفسر، من اهم الاسئله الموجوده عندنا. بيقول لك لقب الملك رمسيس الثاني ببطل الحرب والسلام. ايه فكر كده. تمام جدع ياسين، ليه سميناه بطل الحرب والسلام؟ لانه انتصر على الحسيين وعقد معهم اول معاهده سلام في التاريخ. وبكده نكون حلينا مع بعض اسئله التقويم. ما ننساش اسئله الواجب المنزلي، اي استفسار ولا اي سؤال واقف قصادنا نقدر نبعته لنا مع بعض على صفحه المدرسه، على موقع الفيسبوك، او في التعليقات بتاعتنا على الواتساب، او على القناه بتاعتنا قناه اليوتيوب. شكرا. يا رب يكون استفدنا في الدرس بتاعنا النهارده ان شاء الله. هستنى تعليقاتكم، هستنى اي حد واقف قصاده اي حاجه. ما ننساش الواجب ناكد عليه ونشوفه. مستنيكم في الصفحه بتاعت المدرسه ان شاء الله باذن الله، ومع درس جديد باذن الله ان شاء الله.